عايز اقول لكم برضو خبر كده على عبد الرحمن رشدان. مين عبد الرحمن رشدان؟ عبد الرحمن رشدان هو مدافع منتخب مصر للشباب، وكان تم اختيار عبد الرحمن رشدان كمان عشان يتصعد المنتخب الاولمبي، ولكن عبد الرحمن رشدان هاجم كابتن محمود جابر مدير الفني لمنتخب الشباب بعد استبعاد عبد الرحمن رشدان تم استبعاده من ماتش السنغال اللي فات في بطوله افريقيا من تشكيله المنتخب الشباب. فعبد الرحمن رشدان هاجم كابتن محمود جابر، وبالتالي مدرب المنتخب الاولمبي قال لك خلاص ادام هو يعني عمل مشكله مع مدربه في منتخب الشباب انا مش هضمه للمنتخب الاولمبي. عندنا طبعا ماتشين مع المنتخب الاولمبي اللي جايين ان شاء الله في شهر 3 في التصفيات، التصفيات المؤهله الى بطوله افريقيا بقى اللي مؤهله الى الاولمبياد. الاتحاد الافريقي اعلن طاقم التحكيم المباراه الاولى اللي هتكون هنا في مصر ان شاء الله، المباراه الاولى حكم من اريتريا اسمه تسيجاي، حكم ارتيري اسمه موجوس تسيجاي هو اللي هيحكم المباراه.